السلام عليكم. في الفيديو ده النهارده ان شاء الله يا جماعه هنشوف مع بعض ازاي نقدر نشغل اي حاجه على الاندرويد على البي سي. يعني لو انت مثلا عايز تشغل انستجرام على البي سي، طبعا ليها طرق كثيره، بس احنا هنتكلم على طريقه ان حرفيا اي حاجه على جوجل بلاي، سواء لعب ببجي، فاير، فري فاير، امونج اس، كلاش اوف كلانس، اي حاجه موجوده على الموبايل تقدر تنزلها من البلاي ستور، ازاي تقدر تنزلها على البي سي. طبعا في طرق كتيره، النهارده هنتكلم مع بعض على طريقه انا دلوقتي بدات افضلها عن بقيه الطرق التانية. انا عملت الفيديو ده قبل كده برضو على طرق تانية، بس النهارده هنتكلم على طريقه دلوقتي من احسن الطرق بالنسبه لي. هنبدا مع بعض على طول. الكلام ده طبعا للاجهزه الضعيفه والاجهزه القويه، يعني انت لو جهازك ضعيف برضو هيبقى نفس الكلام عليه. وخلينا نشوف على طول بس عشان ما نطولكمش الفيديو. اهم حاجه بس قبل ما نبدا الفيديو يا جماعه، احنا بنلعب في الفيديوهات اللي انتوا عايزينه، واحنا بنحاول ان احنا نظبطه، فيا ريت على قد ما بنتعب تنزل تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل الجرس، وطبعا ما تنساش الكومنت الجميل بتاعك، واكتب لنا برده حابب نعمل فيديوهات عن ايه علشان اللي حابين نعملوه ان احنا نعمله ان شاء الله. طيب يا جماعه، اول حاجه هنعملها ان احنا هنفتح الجهاز بتاعنا اللي هنبدا نظبط عليه وعايزين نفتح عليه حاجات الموبايل. فهنروح للجهاز بقى بتاعنا. اول حاجه هتعملها ان انت هتفتح اي براوزر عندك او اي متصفح عندك، يعني عندك جوجل كروم افتح جوجل كروم، عندك فايرفوكس افتح فايرفوكس، عندك مايكروسوفت ايدج افتح مايكروسوفت ايدج، عندك بريف افتح بريف، افتح اي براوزر عندك. فانا مثلا هفتح المايكروسوفت ايدج بالمنظر ده. كل اللي انت بقى هتعمله لما تفتح المايكروسوفت ايدج هتعمل ايه؟ هتيجي هنا في السيرش وتكتب مومو، اهو مومو بلاير، اهو زي ما انت شايف بالمنظر ده. اول ما تكتب بقى مومو بلاير هيبدا يدخل معاك. اتاكد ان اول صفحه طلعت لك دي، اهو لو انت جيت بصيت تحت هتلاقي ان اول صفحه طلعت لك، اتاكد ان اول صفحه دي مش اعلان، لازم تلاقيه مومو بلاير بيست اندرويد ايميليتور فور بي سي. هو حتى بيقول لك حاجات الاندرويد وكده هتنزل على البي سي. هتبدا ان انت تضغط عليها كده بالمنظر ده، هتلاقي فيه نسختين. هنا بيقول لك الفري داونلود او داونلود مومو بلاير، دي نسخه ال 12. نسخه ال 12 دي تستحسن، اهي بيقول لك لارج سكرين، يعني للجهاز القوي. يعني انت لو جهازك قوي نزل النسخه دي. طب لو انت جهازك ضعيف والنسخه دي مش هتبقى تمام معاك، هتنزل اللي هي مومو 6 بلاير او مومو بلاير 6. في نسختين، انت طبعا لو نزلت النسختين هننزل النسختين، هتبدا تعمل داونلود، عندك النسختين بالمنظر ده، نسخه اللي هي السته ونسخه اللي هي ال 12. طبعا انت بتشوف انت حابب تنزل النسخه الضعيفه ولا القويه. انا مثلا لو جيت انزل السته انا نزلتها، بس هوريك اللي بيحصل. هتبدا تفتحها عادي وتعمل يس yes. لازم طبعا تخليه ران از ادمنستريتور، هو بيعمله تلقائي. يعني انت هنا هتلاقي دي انستول، انا عشان مثبته فدي تعتبر كده. لو انت عايز تظبط حاجه الاول بتعمل كاستوم، لو عايز تغير المكان بتاع او اللوكيشن بتاع التثبيت، هتبدا ان انت تيجي هنا وتعمل له تغيير لللوكيشن بتاعه وتختار انت عايز فين. بعد كده بتبدا تضغط هنا انستول. كل اللي انت بتعمله ان انت هتستنى، هتلاقي هنا بدا يحمل معاك كذا حاجه، وبعدها هيقول لك بقى بعدها هيتثبت، وبعدها هيتثبت حاجه كمان، بعدها يقول لك ان خلاص ثبت كل حاجه. بعد كده بقى هيبدا يفتح البرنامج معاك. خليني اقفل، انا خلاص منزل البرنامج فمش محتاج كل ده، فخليني اقفل بقى كل ده. هتلاقي المومو نزل معاك بالمنظر ده، هو ليه كمان واحد تاني تقريبا، اه يا جماعه المومو بلاير بالمنظر ده. فزي ما انت شايف المومو عندك بالمنظر ده. كل اللي انت بتعمله ان انت بتبدا تفتح المومو بلاير. زي ما انت شايف في البدايه مش هيفتح معاك، ممكن يقول لك انت عندك الهايبر في شغال لازم تعمل له كلوز، فانت بتعمل له كلوز ممكن يرستر معاك الجهاز، وبعد كده بقى لما يقفل الهايبر في هيبدا يفتح معاك البرنامج بالمنظر ده. فزي ما انت شايف دلوقتي انا خلاص فتحت البرنامج، هكبر بقى الصفحه. زي ما انت شايف انا منزل فري فاير ومنزل بابجي موبايل. هتبدا تدخل على البلاي ستور، البلاي ستور هتلاقيها موجوده هنا. كل اللي انت بتعمله انك بتدخل عادي على البلاي ستور وبتبدا تدخل الايميل بتاعك. طبعا انا دخلت الايميل بتاعي، انت هتلاقي ان انت بتدخل الايميل وبتدخل الباسورد، تدخلهم عادي زي ما انت شايف. البنترست موجود، التويتش موجود، الانستجرام لايت، السناب شات، كل حاجه يا جماعه موجوده اهي بالمنظر ده. اي حاجه انت عايزها هتلاقيها موجوده هنا. هنا هو حتى بيقول لك الحاجات التوب، هنا بيقول لك المقترح ليا في الالعاب، سبوتيفاي، التيك توك، الفيسبوك، الحاجات كلها يا جماعه موجوده هنا بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. كل حاجه حرفيا موجوده هنا. لو عايز تدخل على الجيمز على طول وتشوف اعلى حاجات مثلا هتلاقي كله موجود هنا، البيتزا ريدي، السبوي سيرفيس، كل حاجه يا جماعه موجوده هنا. فزي ما انت شايف كل حاجه موجوده، ببجي موبايل موجوده هنا منزلها، زي ما انت شايف كل حاجه موجوده، اللودو، الايت بول، الكلام ده كله يا جماعه موجود، كل حاجه حرفيا موجوده هنا.
زي ما انت شايف اهي الفري فاير، كل حاجة انت عايزها على الجوجل بلاي انت قدامك هنا، يعني انت حرفيا كأنك معاك الموبايل. فانت لما بتنزل مثلا حاجة، فلنفترض ان انا جيت نزلت مثلا لعبة زي فري فاير او ببجي موبايل، فهتلاقيها موجودة عندك بقى بالمنظر ده، جت هنا كده. ممكن طبعا تعمل فولدر للكلام ده كله، ولو عملت طبعا من كتر الحاجات ممكن بعد كده تبقى في صفحات تانية، او ممكن ان انت تاخد البرنامج ده نفسه مثلا لو عايز تعمله لوحده في صفحة تانية، كأنك ماسك موبايل جديد. اعدادات حتى الموبايل انت بتدخل وتبدأ تعدل فيها، يعني انت لو الجهاز بتاعك ضعيف تقدر ان انت تعدل في الاعدادات، تيجي هنا عند الاباوت تابلت، تنزل تحت البيلت نمبر ده بتفضل تدوس عليه لحد ما يجي يقول لك يو ار اوريدي ا ديفيلوبر، تفضل تدوس. هو الاول بيجي لك 1 2 3 كام دوسه كده، وبعد كده بتطلع ورا تيجي هنا عند الديفيلوبر اوبشن، هتنزل تحت هتبدأ ان انت تيجي عند اللي هي دي الويندوز انيميشن، هتبدأ ان انت تخليها هي هتبقى 1، خليها اوف لو انت جهازك ضعيف. لو انت جهازك ضعيف لازم تعمل كده، لو جهازك قوي مش مشكلة عشان بس يبقى اسرع معاك. الترانزليشن انيميشن دي هتبدل برضو 1، خليها اوف. وهنا برضو الانيميتر هتخليها بدل 1 اوف. وهنا الفورس جي بي يو هتلاقيها مقفولة، شغلها بس كده. بعد كده برضو هتطلع بره في اعدادات تانية برضو عايزين نظبطها مع بعض، هتيجي هنا عند الثلاث شرط اللي فوق وتيجي على السيتنج هنا. هنا اللغة لو عايز تغيرها تخليها لغة تانية، وهنا لو عايز تخليه دايركت اكس يبقى احسن لو انت جهازك قوي، وهنا طبعا لو انت جهازك ضعيف بتعملها لو، لو الجهاز قوي هتعمله ميديوم، لو الجهاز قصدي لو الجهاز متوسط ميديوم، لو الجهاز عالي هاي. ممكن تعمل كاستم ان انت تخليه على حسب اللي انت عايزه يعني. وهنا طبعا لو عايز تغير الريزولوشن او الشاشة، طبعا لما بتقلل بيقلل في يعني بيخليه اسرع، بس لو انت الجهاز عالي ومش فارق معاك، وممكن تفتح من هنا الاف بي اس طبعا اعلى حاجه 60 فريم، تعمل له سيف اند كلوز. هو هنا بيقول لك لازم يراستر عشان يطبق الاعدادات دي، راستره عادي. فبس كده انت كده هتكون خلاص نزلت كل حاجه، واللي انت عايزه بقى هتفتحه من هنا على طول وتنزل تعيش حياتك بقى. حرفيا البرنامج يا جماعه جامد جدا ومساحته مش كبيره على فكره. فمش عايز اطول عليك اكتر من كده عشان الفيديو ما يبقاش ممل او ان انا اطول عليكم، بس زي ما قلت لكم هو حرفيا في كل حاجه، حرفيا يعني مش بقول كده كلام وخلاص، لا هو بص في كل حاجه. افتح الموبايل بتاعك وانت بتتفرج وقارن كده ما بين الحاجات وانا نازل، هتلاقي كل حاجه موجوده، حرفيا كل حاجه في المكان اللي انت فيه هتلاقيها موجوده هنا اهو. انزل انزل ودور واعمل اللي انت عايزه، كل حاجه يا جماعه موجوده. فالموضوع بصراحه جامد يا جماعه، جامد جامد، يعني انت اكنك معاك بالظبط الجهاز بتاعك يعني او الموبايل بتاعك اكنك فاتحه بالظبط. تبدأ بقى تشوف اللي انت مش لاقيه مثلا، لو ما لقيتش حاجة هنا تبدأ تبحث عليه من هنا، تدخل على السيرش وتبدأ تكتب البحث. فزي ما انت شايف الموضوع يا جماعة جامد جدا. مش عايز اطول عليكم بقى زي ما قلت لكم اكتر من كده، كان هو ده الفيديو. اكتب لنا طبعا في الكومنتات حابب نعمل فيديوهات عن ايه، ولو الفيديو عجبك اكتب لي برضو في الكومنتات، لو استفدت اكتب لي في الكومنتات عشان اللي داخل بعدك يشوف الكومنتات ويتأكد من ده. بعد كده برضو دعمكم اللي بيفرق معايا، فكومنتك بيحفزني ان انا اعمل المزيد يعني. فبس يا جماعه برضو زي ما قلت لكم، لو في حد عايز حاجه اكتب لي في الكومنتات وان شاء الله هنعملها. فبس يا صديقي العزيز كان هذا الفيديو، ما تنساش بقى اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وما تنساش التعليق الجميل بتاعك. اشوفك في الفيديو اللي جاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.